اسمي العيد عدنان الشيخ علي من قوى الأمن الداخلي، قائد جهاز أمن حماية رئيس مجلس النواب اللبناني. كلفت بهذه المهمة اعتبارا من أواخر سنة 2004 وما زلت أقوم بهذه المهمة حتى تاريخي. رفقت الرئيس شمعون من سنة 75 لسنة 87 سنة اللي توفى فيها. أنا بحب تسمية رجل الرئيس، رجل الرئيس اللي بيرافقه، اللي بيمشي معه، كاتم أسراره، اللي بيتابع له يومياته بكل معانيها. أنا عبد سليمان جابر. رفقت الشهيد جورج حاوي أبو أنيس لمدة 5 سنوات للحظة استشهاده للي كنت أنا فيها معه. أنا تابت بزة شيوعي ابن عقلي شيوعي. اسمي إلي جورجيو، ربيت بعائلة من خلفية عسكرية. من العمر 15 سنة بلشت اشتغلت بهالمهنة كحارس أمني. اليوم صار عمري 29 سنة، صار لي 4 سنين نائب مدير عام شركة أمنية خاصة. أنا وائل مرعى، بشتغل بشركة أمن كحارس ومواكب، صار لي 4 سنين، بطمح كون كمرافق شخصي محترف.